لما شاورها تذبحني ولا ما تذبحنيش وانت جاي بعد ما قعدت هناك عند زوجتك التانية سارة عشان هي يعني من عدة القوم، وهاجر دي غريبة جاية من بلاد النيل، وسبحان الله احنا بننظر لبعض كده نظرات عجيبة سبحان الله، وطالما النظرات دي بنبص بها لبعض كجنسيات وعرقيات لن تفلح الأمة، لن تفلح الأمة، كلكم لآدم وآدم من تراب. المهم أول ما خبره قال يا أبتي، مش فكر مليا ثم فكر ثم قدر، عبس وبصر ما حصلش، قال ما فيش فقال أو ثم قال أو سوف يقول أو سيقول، لا قال يا أبتي فورا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لو سيدنا إبراهيم لم ينفذ أمر الله وعلى وفق طبعه هو، في حد يذبح ولده؟ صح ولا لا؟ يبقى هي القضية كده، يبقى العالم يسير وفق ما تريده أنت أو وفق أمر يريده رب العباد عز وجل، بس هي كده، هو وفق أمر يريده رب العباد سبحانه وتعالى، وفق أمر. التخطيط ليس على الأرض، التخطيط ليس على الأرض. هتقول لي بس المجتمع الآن مجتمع الظالمين وهو اللي مسكين، ده هذا لأمد، هذا لأمد. أنت إيه اللي عملته عشان ترفع هذا الظلم؟ ها؟ هل اتقيت رب العباد؟ هل سرت في طريق الله؟ أنا ما يهمنيش هذا كله، أنا يهمني أنت دراستك للجدوى لدخول الجنة هل أعددتها؟ الله يرضى عنكم لغاية ما نلقاكم إن شاء الله يوم الجمعة القادمة بإذن الله. أنا عايز تحط خطوات لنفسك كيف أصل بإذن الله إلى زي بالضبط أصحاب الملايين، كيف يصل للمليون العاشر، كيف يوصل للمليار، وكيف يصل إلى البرج السابع والبرج العاشر وكذا وكذا. أنت خطط كيف تصل إلى باب الجنة. حتى سئل عثمان يا أمير المؤمنين متى الراحة؟ قال عندما ترى قدمك اليسرى بجوار قدمك اليمنى داخل عتبة الجنة. ونختم الكلام بآخر من يخرج من النار، وتحفظونها لكن في تذكير سعة الرحمة. آخر واحد في جهنم من المسلمين، يعني احنا النار والعياذ بالله كم دركة؟ 7، خلاص 7 دركات، يعني 7 دركات دي كل دركة أشد حرا من التي فوقها 100 ضعف. لو أن دلوا من غسلين الذي ذكره الله في القرآن أغريق في الدنيا لمات أهل الدنيا جميعا من نتن رائحته، ولو أن شررا ممن قال الله بما قال الله فيه سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر، لو أن شرارة من هذه قفزت من النار إلى الدنيا لأحرقتها بمن فيها وما فيها. ولو وجد يعني أهل النار في النار والعياذ بالله نيرانا كنيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا إلى هذه الدرجة. ففي واحد باقي في جهنم والعياذ بالله تتجهم في وجوه أصحابه، قال يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، ماذا تريد يا عبدي؟ قال أخرجني من النار. قال إن أخرجتك لا تطلب مني شيئا آخر؟ عايز يقول يا رب هو فيه بعد هذا الهنا ان انا اطلع من مكان يعني ده في طلب تاني؟ قال فخرج، اخرجوه من النار خرج. فينظر ايمن منه فلا يرى الا النار، وايسر منه فلا يرى الا النار، وقال يا رب اصرف وجهي عنها. قال عبدي ما اغدرك على الوعد، الم تعاهدني الا تطلب مني شيئا اخر؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك، ما انا كل بالله عليك لو انتوا خدوك كده عزك الله حبسوك في مكان شهر كده، كل ما تعدى في المنطقة ابنك يقول لك يا ابو كل ما تيجي عند المكان ده ترتبك، اصلا ابني كرموني فيه تكريم، يعني كان مثلا مرة كده يعني خدوني من باب يعني كرموني يعني، فانت مش عايز المنظر، عملت عملية في مستشفى معينة، كل ما تشوف الدكتور مع انه راجل فاضل الله بارك الله فيه تشكره، كل ما تشوف تقول يا ستار والعياذ بالله رب العالمين، يا ستار يا رب يعني حوالينا ولا علينا، تمام؟ يا رب اصرف وجهي، قال اصرفوا وجهه عنه، صرف وجهه عن النار، هو طالع لسه من جهنم كالفحم المتقده. يا الله، فرأى عن بعد
شجرة تميل بأغصانها على شاطئ نهر. بالله عليك يطلب ولا ما يطلبش؟ ها؟ ده الحرمة عندك عندها المجوهرات والذهب، الخزانات اتملت، وأول ما تلاقيها من جنبك تتلافت تمشي ما تلاقي في ايه؟ بتاع زوجات كده وعارضين الايه؟ خير يا ام فلان؟ تقول له والله اصل بنت اختي. بنت اختك مين؟ ما احنا عندنا الحمد لله. لا المهم ما علينا، مش يعني زوجتك اللي جوه دي طيبه ما تطلبش ده، هتعطيك الذهب ان شاء الله النهارده تبيعه باذن الله عشان تفك كربك باذن الله، بس ما تقعدش على المخ وتشرب شيشه وتقول لي انا والله المهم يعني ما علينا. فاحنا نتكلم عن الرجل اللي شاف الشجره والريح والماء. قال يا رب انقذني اتنفس نسيمها واستمتع بظلها واشرب من مائها. قال يا عبدي ما اغدرك على الوعد، الم تعاهدني الا تطلب شيئا اخر؟ قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك، انقلوه. هو انتقل، شاف الريح تلسم الريح، جلده هدي، شرب الماء، الظل نزل على دماغه، سبحان الله. فالعبد ايه سبحان، واذا به يرى شجره اجمل وريحا اطيب ونهرا افضل. قال يا رب المهم لا نطيل عليك المره الثالثه. هو انتقل من هنا، وجد نفسه قريب من باب الجنه. الله، احنا زمان في السبعينات زمان لما كنا نحكي الحكايات دي على الناس التأوهات كانت توصل مدريد، لكن يبدو المهم يعني نقلوه، خلاص نقلوه. اللهم انقلنا من ذل المعصيه لعز الطاعه يا رب. فانقلوه، قال يا ربي ولو على بابها الباب بس. انا هو ده انت لما تشتغل على بوابه قصر واحد محترم ما حدش يقدر يكلمك، صح ولا لا؟ فهو قاعد على باب الجنه كده، فالفضول عند ابن ادم ضرب بعينه جوه. خلي بالك انت حبي ايه، بص شوف ايه اللي جوه ده. هو شاف، قال صلى الله عليه وسلم وجد ما لا صبر له عليه. انا اقول لك الحديث بتاع مسلم بالايه بالمعنى يعني، وجد ما لا صبر له، ما قدرش يصبر. قال يا رب ولو من داخل عتبتها، انا بس يعني بدل من عتب انا اشتغل بواب طول حياتي، دخلني جوه. يا عبدي ما اغدرك، يا رب لا تجعلني اشقى خلقك. قال سوف ادخلك واعطيك ملكا فيها كاكبر ملك رجل في الدنيا. ايه الكرم ده؟ مين اللي بيطمعه في كرمه؟ متوحدون. طب ما اللي بيطمعه في كرمه؟ فالعبد يعني مسكين لسه دماغه بتاع دايره الاراضي والمجالس المحليه في دماغه، قال يا ربي اتهزأ مني وانت رب العالمين؟ لقد ملكها اصحابها، ده كل واحد خد له كم متر وكم قدم، وتوزعت الاراضي وتوزعت البيوت، وانا اخر واحد جاي يقول له يا استاذ ما خلصنا ما بعنا، انت جاي بعد ما وزعنا البرج كله. قال له برج مين يا ابن ابو برج؟ سبحان الله، سبحان لا اله الا الله. قال واعطيك 100 ضعف مثل ذلك. قال اذا انت عبدي وانا ربك. الرسول يقول اخطأ من شدة الفرح. قال وهذه ايضا غفرتها لك. فلما قال ابن مسعود راوي الحديث هذه الجملة ضحك. قال ابن مسعود عمرنا ما شفناك تحكي عن الرسول حديث وتضحك. قال ضحكت لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه لما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك الرب لعبده عندما قال أنت عبدي وأنا ربه، فقال له وهذه أيضا غفرتها لك. علماء الحديث يسموها الايه؟ المسلسلة بالضحك، المسلسلة بالضحك. فاحنا عايزين ايه؟ يعني نتسلسل بالضحك وبالأمل وبالتفاؤل. ربنا يفك كرب المكروبين، يجزيكم عنا الخير، لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.